وفي محاولة للتخفيف من الضرر العام، حذر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية المعلمين من الاستمرار في الإضراب، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية طبقا للمادة 24 بعد 100 من قانون العقوبات، في بادرة منه جاءت الأولى من نوعها، مؤكدا أنه لم يتلقى طلبات المعلمين عبر القنوات الشرعية. هذا أنا نبهت إليه، وهذا التنبيه ما يعتبرش خطأ، لأن ده نص قانوني قائم ممكن كلنا نتعامل بكل نصوص القانون. فما أنا يعني لما بنبه بقول إن على المضرب إنه أو المعتصم أو الممتنع عن أداء العمل إنه يلاحظ إن في قوانين بتؤاخذ على هذا الفعل، عل إن هذا التنبيه ده يؤتي ثماره في إن هو يرتدع. انت لما جيت دلوقتي حضرتك لقيتي في طلبات واقفه خارج المدرسه؟ ما حصلش. الاساس بتاع المدرسه وكل شيء احنا محافظين عليه، فالاعتصام بتاعنا سلمي، بس مش عاوزين بقى استفزاز، حد يجي يستفزنا من الخارج يقول هنعمل ومش هنعمل. لا، احنا اللي بنطلع دكاتره وبنطلع مهندسين، لما يبعت تهديد لينا بالاعتقال 3 شهور احنا بنقول له احنا جاهزين، مش 3 شهور، بنقول له جاهزين للاعتقال سنه زي ما انت عايز لحد ما ناخد حقوقنا، عام دراسي كامل بلا معلمين حتى ناخد الحق بتاعنا. المحافظ هو الوحيد في المحافظين اللي في الجمهوريه كلها اللي قال الكلام ده، وكان عندنا هنا دوله داخل الدوله، كان ما فيش محافظ تاني بيقول الكلام ده. انا ما سمعتش اي محافظ في اي محافظه قال كده على المعلمين بتوعه.